الأكبر والحادية عشر. أهلا بكم مشاهدينا، حياكم الله. بداية، يشارك وزير الطاقة مصطفى جيتوني في العاصمة النمساوية في أشغال الندوة الوزارية 74 بعد 100 لدول أوبك اليوم، وكذا في أشغال الاجتماع الوزاري 4 لدول أوبك وخارج الأوبك المرتقب غدا السبت، في ظل تجاذب المصالح بين المنتجين والمستهلكين وتضارب مصالح الدول الأعضاء فيما بينهم، الأمر الذي يهدد الاتفاق التاريخي الموقع بالجزائر الذي استطاع أن يفتك قرارا بارزا يخفض الانتاج. بخفض الانتاج دفع إلى رفع أسعار النفط في الأسواق، وهو ما تسعى إليه الجزائر وتسعى إلى تحقيقه بالتنسيق مع جل الأطراف من داخل وخارج خارج الأوبيب. في ملف السكن، تنطلق بداية من اليوم فعالية الأيام الإعلامية حول سكن الترقوية العمومية الموجه لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث ستستمر إلى غاية يوم 27 من الشهر الجاري، وسيشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار على انطلاق هذه الأيام الإعلامية التي ستنظم في كل من الرياض وجدة وكذا في أبو ظبي ودبي حول السكن الترقوية العمومية الموكل إنجازه للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وذلك طبقا لتوجيهات برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. أشرف اللواء شريف زراد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير بأركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم تخرج الدفعة 17 بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس باجي مختار. الدفعة المتخرجة حملت اسم المجاهد المرحوم دهيليس سليمان المدعو العقيد سي الصادق. لدياب البحري والتفاصيل. تفتيش مختلف الوحدة التابعة للمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس باجي مختار أشرف عليه اللواء شريف زراد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير بأركان الجيش الوطني الشعبي خلال مراسم تخرج الدفعة 17. كلمة المدير العام للمدرسة العميد سعاد محمد اعتبر فيها أن المدرسة تعد مصنع الكفاءات العسكرية. إن إطارات المدرسة يبذلون كل ما في وسعهم للمساهمة في تحضير نخبة نوعية من ضباط مهندسي المستقبل، مؤهلين ومتجانسين في الأفكار، واعيين بشخصيتهم، دقيقين في تصرفاتهم، جريئين في قراراتهم، فخورين بانتمائهم إلى جيشهم ووطنهم. وبعد أداء القسم وتسليم الشهادات للطلبة المتفوقين وتسليم واستلام العلم، تمت الموافقة على تسمية الدفعة المتخرجة باسم المجاهد المرحوم دهيل سليمان المدعو العقيد سي الصادق، ليقدم بعدها طلبة المدرسة حركات جماعية بالسلاح تميزت بالتناغم والدقة، بالإضافة إلى تقديم عروض لمختلف التشكيلات عكست القدرة العالية والتركيز الدقيق لوحدات الجيش الوطني الشعبي، ليتم في الختام تكريم الطلبة النجباء، بالإضافة إلى تكريم عائلة المجاهد المرحوم الذي سميت باسمه الدفعة المتخرجة. تنمويا، ومنذ دخوله حيز الخدمة عام 2009 حقق مصنع توضيب وتعليب التمور بالعلمة بسطيف نتائج وفيرة في الانتاج بقدرة تصل إلى 2200 طن سنويا، والتي توجه إلى الأسواق العالمية. تقول نسيمة يعقوبي. بقدرة إنتاجية تقدر ب 2200 طن سنويا، يعمل هذا المصنع بولاية سطيف على توضيب وتعليب التمور التي توجه فيما بعد إلى الأسواق الخارجية 100%. مصنع سجل أول عملية للتصدير عام 2010. جهة مصدرة يعني 80% روسيا، والباقي هي إسبانيا وإيطاليا ودبي. ورانا الان في يعني في بدايه المراحل في تكوينات البيئه سيدي ندخل السوق البريطاني ان شاء الله. كما حقق هذا المصنع انتقالا في اليد العامله من 60 الى 450 عاملا. كاين بنات متخرجات جامعيات
ما لقوش فرص عمل، وفرت لنا المؤسسه يعني وفرت لهم فرص عمل ولبيت مطالبهم. عندي 3 سنين خدمه، موفر لنا هذا الوزين، موفر لنا كلش من مناصب شغل، من نقل، اطعام، تامين. عامل الجوده يحظى بالاولويه، فمراقبه المنتوج هي وفق معايير دوليه ويوميا. منها حساب نسبة حبات التمر التالفة، كذلك يتم حساب نسبة أو كمية حبات التمر في الكيلوغرام الواحد، كذلك يتم حساب أو التأكد من نسبة الرطوبة في التمر، وهذا يتم كل ساعة. وإلى جانب تعليب التمور خط لإنتاج عسل التمر. المادة الأولية اللي راهي متوفرة عندنا هي بما عبارة عن التمرة اللي ما نرميوهاش، اللي تكون فاسدة، هنا ما نرميوهاش، واستغلينا في هذا المشروع هذا، واستغلينا في إنتاج عسل التمر. وهناك في عسل التمر كاين ألياف التمر وكاين نواة التمر، والآن رانا مع شراكة في المركز البحث العلمي في بسكرة لتطوير الألياف هذه لصناعة لأغذية الأنام. ومن المتوقع رفع القدرة الإنتاجية بهذا المصنع إلى 5000 طن سنويا للدخول إلى أسواق دولية جديدة. يشارك اليوم وفد من البرلمان بغرفتيه بباريس في أشغال الاجتماع الأول للشبكة الدولية للبرلمانيين من أجل تقرير المصير بالصحراء الغربية. الاجتماع يهدف إلى تعزيز وتكثيف العمل الدبلوماسي في مختلف برلمانات العالم لحشد مزيد من الدعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما تنص على ذلك القرارات الأممية ذات الصلة بالصحراء الغربية. شرق أوسطيا، أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام المستوطنين الإسرائيليين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وقيامهم بممارسة مستفزة للمستوطنين، وتعلن رفضها الكامل لهذه الإجراءات الخطيرة التي من شأنها تحويل الصراع من سياسي إلى ديني. من جهة أخرى، طردت اليوم قوة الاحتلال الإسرائيلي 21 عائلة فلسطينية بمنطقة الأغوار في الضفة الغربية من منازلها بحجة إجراء تدريبات عسكرية. في اليمن، حذرت الأمم المتحدة أمس من أن مئات الآلاف من المدنيين معرضون لأخطار جسيمة جراء القتال الذي تشهده مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن. وفقا للبيان، فإن 25% من أطفال الحديدة يعانون من سوء التغذية الحاد، فضلا عن تعطيل الدعم الغذائي الذي يوفره شركاء العمل الإنساني، مما يعرض حياة نحو 100,000 طفل للخطر. رد الاتحاد الأوروبي على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على منتوجات الصلب والألومنيوم الأوروبية بفرض رسوم على عشرات المنتوجات الأمريكية، وهو ما من شأنه تأجيج الحرب التجارية التي حذرت منها أوروبا والصين، إضافة إلى عزلة الولايات المتحدة ودفعها إلى فرض مزيد من السياسات الحمائية المناقضة للاقتصاد الحر. وإلى أخبار مونديال روسيا، وفي برنامج اليوم التاسع من هذه المنافسة، حيث يواجه البرازيل نظيره الكوستاريكي، في حين تلتقي نيجيريا أمام أيسلندا، فيما تقابل صربيا سويسرا. هذا وتعادلت أمس الدنمارك مع أستراليا بهدف لمثله، فيما فازت فرنسا على البيرو لحساب المجموعة الثالثة بهدف دون رد، في حين انهزم المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الكرواتي نتيجة ثقيلة 3-0 لحساب المجموعة الرابعة. نختم أخبارنا بالمناطق التاريخية التي لا زالت تحافظ على موروثها. إلى بني ورتلان التي تتميز بكثرة قراها ومساجدها، كذلك كمسجد أبي بكر الصديق بقرية تيغيت إمرعان. روبورتاج جميل عربيد وتقرير لعبد الملك بن خالد. مسجد أبي بكر الصديق بقرية ثيغيلث إمرعان ببني ورتلان، أحد المعالم الدينية التي تميز هذه المنطقة.
لا تكاد تجد قرية إلا وتجد فيها مسجدا، ويختارون المكان الأعلى، يختارون كل قرية، لو تنظر ترى كل قرية تختار المكان الأعلى، مكان استراتيجي للمسجد. لماذا؟ لأن القرية ترى أن المسجد هو أفضل من بيوتهم. مسجد مربع الشكل يخلو من الأعمدة إلا اثنان توسطا قاعة الصلاة، النوافذ مطلة على الجانب الشرقي للقرية. هذا هو الدور المسجد. واش حكم بار اكزومبل الاسلام حتى الدروك غراس المساجد والزوايا والطرق، الطرق هما اللي حاكمين الدين، هما اللي وعاو، هما اللي قراو، هما اللي رباو المساجد والزوايا، هما اللي رباو. خرج ائمه كبار راحوا لتونس، كاين مشايخ قراو هنا ولاو ائمه في بلايص واحد اخرين، دونك تحتمت علينا نكملوا واش خلاو الاولين. يبقى هذا المعلم الديني جامعا لاهل القريه وزوارها، وقلعه من قلاع الخير في المنطقه. أخبارنا انتهت مشاهدينا، شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.